السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد كريمان أشبركم. بارك الله فيك أخوي. الحمد لله الشكر لله. الله يطولنا عمرك ويجازيك بالخير والحمد لك اللي خلاك كيدير شوية. الحمد لله ونشكره أخويا. الحمد لله. الله يطولنا عمرك ودا الشيخ كريمان يجازيك بالخير. بارك الله. الله يرحم والديك بغيتك تدعي معايا شي دعوة مزلزلة الله يجازيك بالخير. يا رحمن يا رحيم. أنا كنت كلمتك هذا بعدا عافاك عندي شي ديون. أي أخويا. كانت عندي الشركة وكان وخلات فيا الديون زعما ولكن بغيت غير الدعاء منك الله يكثر. لا إله إلا الله. يا أخويا. الله يجازيك بالخير. الله يحمد لك أخويا. ودعيلي مع واحد الولد عالي ولدي. الله يجازيك بالخير. يا رب. ومع الوالدة. يا ربي يا كريم. الوالدة الله يجازيك بالخير دعي معها راه في عمرها شي 67 سنة ولا 68 سنة يرزق لها الله شي حجة الله يكثر خيرك. يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم. الله يطولنا عمركم مع البنيات ديالي ومع العائلة ديالي كمان الله يرحم والديك. يا رحمن يا رحيم اخويا. والله يجازيك بالخير لما واحد الدعاء مزلزل ياك يخلص الله عليا الديون من عند الله سبحانه وتعالى. بإذن الله الواحد الأحد اخويا عبد الله. الله يكثر خيرك ويطولنا عمرك ويجازيك بالخير. واعطيني الرقم ديالك الله يرحم والديك بغيت نهضر معاك شي هضره. واخا سيدي. الله يرحم والديك. مرحبا خويا انا غندوزك الستوندار باذن الله ويعطوك الرقم اخويا القدر. بارك الله فيك شكرا لك. الله يرحم والديك ويجازيك بالخير. شكرا شكرا سي عبد القادر. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعود بالله من الدين. يقول لك الدين هو مذلة بالنهار وحزن بالليل. اللي عنده الديون كتلقاه بالنهار عنده المذلة كيمشي بين الناس ولا كيتسالوه يتلقى بهم يحضر راسه ويقلب الطريق كيشعر بالذل وبالهوان. وبالليل ملي كينعس كيشعر بالحزن العميق. يا ربي كي غندير كيبات الليل كله هو كيحسب. للأسف الشديد لا في الظرفية الراهنة كنسمعوا بعض المظاهر لا تسر. هناك شركات أصابها الإفلاس، هناك أناس يتعاملون بالشك ولكن كتوقع طوارئ وكتوقع كوارث. وكاين خيانة الأمانة، تعطي الأمانة ويخونها لك. كاين عدم الثقة، كاين بزاف ديال الأشياء كتوقع. وللأسف كنلقاو هادشي ديال الشيكات عامرة بهم المحاكم، بل الشرطة القضائية خدامة ليل ونهار كتقلب على مالين الشيكات. وكاين اللي كيسلم نفسه باش يحاول يلقى حل، كاين اللي كيخاف إلا سلم نفسه غادي يغرق أكثر. الله يحفظ الجميع يا رب يا كريم. ونطلب الله تعالى السادة المستمعين، أخونا عبد القادر كما سمعتموه وقع الذي وقع. ربي سبحانه وتعالى عنده خزائن السماوات والأرض. شحال خاص عبد القادر؟ شحال خاصه؟ خاصه مليون، عشرة، خمسين، مية. ربي عز وجل عنده خزائن السماوات والأرض. ربنا يقول لنا لو اجتمع أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على صعيد واحد وطلب مني كل مسألته فأعطيتها له لا ينقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ربي كريم سبحانه ورزقه وفير لا ينقضي وخيعطينا كل شيء اللي بغى لا ينقص. بحال خديتي واحد البرا دخلتها للبحر وخرجتيها، اش غدي من البحر؟ نقطة. لكن الله غني. أخي عبد القادر، ربي سبحانه وتعالى أعطانا واحد التشكيلة إلا قمنا بها غادي يفتح لنا باب الرزق. أولا تصبر. اصبر على ما أصابك. فذلك من عزم الأمور. والأمر الثاني أنك تتيقن بأن الله تعالى قادر في أي لحظة من اللحظات يفتح لك باب من أبواب الرزق وأبواب العطاء. وأيضا ممكن أن الله سبحانه وتعالى يلاقيك، يسخر لك أهل الفضل وأهل الخير ويأتوك من حيث لا تدري. والله غير هذا الأسبوع كنت مع واحد الصديق كان معي في الحج سنوات هذه وحكى لي قصته أنه تاجر كبير وكيقوم بتجارة وكيتعامل مع الناس بالنية
وعنده الطلق، خذ تجاره ومن بعد جيب لي الفلوس، وكيعطوه الشيكات. فتلقى مع شي ناس في الاول تعاملوا معاه مزيان، ولكن من بعد تبدلوا، اعطاهم الجمل بما حمل، فاذا به صار عنده ماشي صفر درهم، ناقص واحد المبلغ خيالي، واصبح مفلسا. حتى البيت ديالو غادي يبيعو، ولادو غيتشردو، كانت عنده سياره ولا كيمشي على الاقدام، ما بقى عنده والو سوى جبته التي على ظهره. وصافي، قال ربما القيامه اوشكت، دب الى قلبه الياس، وقال الدنيا كلها سواد. حتى تلقى مع واحد من الصالحين، كان خطيب جمعه في واحد المسجد، حكى لي القصه، قال لي ما تخافش ربي كبير، شكون اللي قال لك بانه هنا النهايه؟ مازال الفيلم طويل، في اي لحظه ستتحول مجريات الاحداث الى مفاجات ساره. فالراجل تيقن وعرف بان الله تعالى راه رزاق، وخاض باليقين. فعلا ما هي الا ايام معدودات. حتى جاو عنده شي تجار كان كيتعامل معاه منذ سنين، قالوا لي حنا غنمشيو للصين، وجابوا لي واحد المبلغ كبير 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 بزاف، يعني يتجاوز 200 مليون. قالوا لي خلي عندك امانه، تصرف فيه وحنا غنغيبوا، والوقت اللي جينا ردونينا. فغابوا واطالوا الغياب، وقال لي حنا راه عندنا يقين بانه في مكان امن. والرجل خد ذاك المبلغ كله ودخل به واحد التجاره جديده، ففاض رزقه من جديد، وشغل معه عدد كبير من الشباب العاطل، واكرمه الله تعالى. ودابا راه كيتسنى دوك الناس يجيو من الصين يرد لهم فلوسهم، وقد اوجدها الله تعالى، باقي مازال ما جاوش، وربي فاض عليه الرزق. فالله تعالى اسمه الرزاق ذو القوه المتين. في اي لحظه اش وقع لهذا السيد هذا؟ وقع لي التسخير. ما هو التسخير؟ انت غادي في طريق وتظن بانك وصلت للباب المسدود، فيسخر لك الله تعالى افضل وانبل واكرم واجود خلقه وما اكثرهم. ربي كيصطفيهم لك، وكيجيبهم للطريق ديالك، وكيلاقيهم بك، ويحببهم فيك، وكيعطيهم الثقه فيك، وربي عز وجل يكرمك ويوسع عليك. فاللهم يا رب يا كريم. السادة المستمعين، واحد الفاتحه لاخينا عبد القادر ولكل من هو معسر. اللهم يا اكرم الاكرمين، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، نسألك اللهم أن تتجلى على أخينا عبد القادر بالرزق الوفير والخير الكثير. اللهم سخر له أجود وأنبل وأكرم خلقك، اللهم سخرهم في خدمته، اللهم وارزقه رزقا واسعا من حيث لا يحتسب، اللهم اقض عنه ديونه، اللهم ارزقه قوة والمدد، وبارك له في أمه، متعها بالصحة والعافية وتمام العافية، واحفظ له أولاده وأقر به عيونهم، واحفظ له علي واجعله علي المقام بفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب وفق والدته للحج، اللهم سخر لها سبيلا لزيارة البقاع المقدسة. قولوا معنا جميعا آمين. يا رب كل من قال آمين ارزق رزقا واسعا، بارك له في أولاده وبناته، واحفظ له والديه. قولوا معنا جميعا آمين. آمين آمين يا رب يا كريم.
السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.